احدث اعمالك الفنيه؟ والله ليا مسلسل هيتعرض قريب اسمه السر، يعني هو جاهز بقاله كتير مع حسين فهمي، مسلسل ممتد اكتر من 70 حلقه. ليا فيلم هيتعرض برضو جاهز للعرض اسمه ويزو سكول، وربنا يسهل يا رب. فكره المسلسل الاكتر من 30 حلقه دي جديده على علا رامي؟ اول مره اعمل مسلسل اكتر. كلمينا عن ازاي قابلتي في الكواليس، وكانت ازاي، كان هل عمل شوك بغير المسلسل ال 30 حلقه ولا كان في صعوبات؟ لا هو علشان كتير، يعني اكتر من 70 حلقه قعدنا نصور فيه كتير قوي، ده غير ان احنا توقفنا في النص، كان في مايا نصري معانا بدات المسلسل، وقفنا شويه بقت حامل فما عرفناش نكمل فاستنينا، فحاجات كده كتير قوي، فالحمد لله يعني خلص على خير. هل المسلسل هيتعرض في رمضان 2019 ولا هيبقى خارج السباق الرمضاني؟ هو المفروض طبعا خارج السباق الرمضاني لانه اكتر من 70 حلقه، بس الله اعلم يمكن يمنتجوا 30 بس، او يوم جايبين 30 بس وعاملين، ما اعرفش. شايفه ان الاعمال الدراميه لما بتتعرض خارج السباق الرمضاني بتاخد حقها في العرض؟ بتهيالي بتتشاف احسن لان بتبقى هي بس، انما في السباق الرمضاني شهر واحد بيتعرض فيه 50 مسلسل، هتتفرجي على ايه ولا ايه؟